جفنه علم الغد. سعيدة يا خواجة خريستو. يا آخر يا آخر نسيب خامة كلميرة سيب خامة كلميرة. ازاي ابنك الكبير يني؟ بخير الحمد لله. وابنك الصغير يني؟ بخير الحمد لله. وبنتك الأمورة يني؟ بخير الحمد لله. أنا بدي منك وق التوم وتزيدني عليهم لو تكرمت نص وق التوم. إلهي الاثنين فادر جيم خامد. ممنونك فادر جيم خامد. مساء الخير. لو تكرمت لو جالك توم شيع لي حد عند البيت. تحت امرك جيم خامد. مساء الخير كلميرة. مساء الخير سمحم. سعيدة يا فتحية. سعيد مبارك يا سمحم. اتفضلي يا فتحية. من مجهودي الشخصي وكدي وشقايا جبتلك كل طلباتك. البت لأكون نسيت حاجة. استرها يا رب. من جهة نسيت فانت نسيت يا سمحم. نسيت قبولاتك ليا. أنا ما نسيتش قبولاتي يا فتحية. أنا بدي أقولك إني واخد على خطر منك حبتين تلاتة. يا ندمتي؟ ازاي كده يا سي محمد؟ ده أنا أعشقك. إيه؟ ده أنا أعشقك. إيه؟ ده أنا أعشقك. انزاحي شوية يا فتحية. آه يا عفريتة. آه يا محتالة. آه يا بتاعت جوز ولا فرد. بتضايقيني؟ وترجعي تستغلي مرؤتي وشفقتي وطبتي لدرجة إني بفكر أصفح عنك. صدقني يا سي محمد، غيابك عني في العمل بيزود من شكوتي وشجوني، وبسهر طول الليلة ناجي القمر في غيابك. بس ده مش معناه يا فتحية إنك هو ده سبب مضايقتي. نسيتي تصحي في الصباح تلمعيلي طربوشي لأجل منزل شغلي مرتاح. هو ده اللي اتعلمتيه في بيت والدك؟ طربوشك على راسي يا راجل. سامحني يا سي محمد سامحني. زيدي في البكا والأسى لأجل أصفح عنك. أصفح عني يا سي محمد. أصفح عني سامحني. عايزك تفهمي كمان يا فتحية إن بكد وبكدح في الشغل وساعات كتير بتعور لكن لما نحوش التلاتة جنيه واجيب لك الراديو الترانزستور اللي يونسك في وحدتك. يا حبيبي يا سي محمد. يا ما نفسي يا فتحية إبليس يبعد عن عشنا شارعين تلاتة ونعيش في هدوء ومحبة. لا نكلم حد ولا نكلم حد ونعيش في حبنا الهادي طول العمر. يا رب يا سي محمد. بتبكي ولا بدك ترجع يا فتحية؟ محبش أشوفك كده. عايزك شجاعة تتعودي على قسوة الأيام. مفيش ورد من غير قصرية ورد بالطين تشيله. والدنيا على كده وكده. واللي يدوق القسوة يحس بلذة النعيم. ربنا يخليك ليا يا سي محمد. فتحية أنا أحبك. إيه؟ أنا أحبك. إيه؟ أنا أحبك. بص كده. ممدوح حبيبي. إزيك يا نادية؟ إزيك يا ممدوح؟ مالك يا ممدوح؟ متضايقة من حاجة؟ أيوة أنت اللي مضايقاني بصراحة يا نادية. أنا ممدوح؟ ليه؟ في إيه؟ 100 مرة قلت لك يا نادية أنا جوزك ولازم تسمعي كلامي، صح ولا لأ؟ ما أنا بسمع كلامك يا ممدوح، أنت بس قول لي عايز مني إيه وأنا أعملهولك. قلت لك كم مرة يا نادية ما تلبسيش بنطلون؟
وماله البنطلون يا ممدوح؟ مش عاجبك في ايه؟ مش مسألة مش عاجبني، بس بص حواليكي، احنا بقينا في السبعينات يا نادية، سبعينات. شوفي مامتك، شوفي اصحابك، شوفي جدتك، كله بيلبس قصير. ولا انت مش واثقه من رجليك يا نادية؟ لا يا حبيبي، انا بس خايفه لا تكون بتغير عليا. غير ايه يا بنتي؟ ايه الكلام القديم ده يا بنتي؟ احنا في السبعينات، فاهمة يعني ايه في السبعينات يا نادية؟ مش معقول، لازم تتطوري. مش معنى ان انا علمتك تشربي بيرة وسجاري بهو ده كل اللي انا عاوزه منك، في حاجات لسه يا نادية. يعني مثلا بصراحة ما تزعليش، شكلك لسه عايشة في اليشمك والملاية اللف بتاعت زمان. او نو. ولا نو ولا مش نو، يعني المزيكا بتسمعي ايه دلوقتي؟ يعني انا راهنك ان انت ما سمعتيش الولد الجديد اسمه هاني شاكر، قمر قمر قمر، واغانيه سكر، جنني جنني. عارفة أغنيته بتقول إيه؟ بتقول كده برضو يا قمر تطوعني على السهر، كده هو كده هو. ما أنت عارف يا ممدوح يا حبيبي، أنا ما بسمعش غير أجنبي، البيتلز، ألفيس بريسلي. أنت هتفتي، ما أنا قفشت من يومين بتسمعي أحمد عدوية. أوه نو نو إيه وبتاع إيه؟ بقولك عيشي السبعينات. أنت مش شايفة السوالف قد إيه؟ ده أنا بنهج منها وأنا قاعد في العربية. وبعدين عبقرية السبعينات، بصي بصي هوريكي حاجة أفهمك. شايفة الجزمة دي؟ دي جزمة تيجي في أي عصر إلا في السبعينات، دي صبخ رصانة، خلي بالك مش جزمة تافهة. عيشي وفرفشي بقى، وأنا هفرفشك أكتر. عايزك النهاردة تنيمي الولاد بدري عشان محضر لك مفاجأة عظيمة. بجد يا ممدوح، إيه هي المفاجأة الحلوة اللي أنت محضرها لي؟ هنروح نلعب قمار في عوامة واحد صاحبي. أوه نو، مش قادرة يا حبيبي يا ممدوح، أنت مش حارمني من حاجة أبداً. إيه ده يا بس، يتقبض علينا في الآخر عشان عشان السسبنس يكمل. الله كده برضو يا قمر تصاحبني عالصهر، كده يا كيكو. ايه ده وليد اللي معاك؟ قشطة، قول له بقى السهر النهارده صباحي، ها؟ ما يقوليش ساعة ويخلع، أنا عارفه بياخد الشبشب في البيت. يا ويلا يا ويلا، الجواز ده عايز رجالة. قول لك يا كوكو، أنا نازل مع أصحابي في افتتاح كافيه جديد، واحد صاحبنا مبارك له وبتاع ساعة يعني ولا حاجة. تنزل؟ سوري؟ ناوي تنزل؟ يعني مش ناوي خالص خالص. أيوه، قعدت أقول لهم أنا نازل نازل، بس قشطة فاكس اتحرقوا تحت في الشمس. أنزل إيه وبتاع إيه؟ بعدين كريم ده رخم قوي، هو كل الشلة أنا يعني إن شاء الله هقطع إن شاء الله، ما تحطيش بالك. لا أنزل قال. يا وليد لا سوري يا معلم، مش هنزل، لا لا لا، ما عنديش مود نزول، هزهق بصراحه، ما احنا لسه خارجين من 4 شهور. لا لا لا، فاكس بقى يا معلم. اه قشطه، اه ما تفوتوش عليا تاني، ها؟ مش ناقص احراج. اوكي يلا بقى. بتعمل ايه؟ نعم؟ بتعمل ايه؟ لا يعني قلت انفخ سيجاره كليفنج يعني. تدخن؟ واحنا بندخن في البيت عادي كده؟ صح صح، سوري انا نسيت. معلش نسيت الرولز. معلش معلش، انت عارف البني ادم نساي، انت يعني ساعات بتنسي. عادي عادي. كوكو انت كويسه؟ حاسه بحاجه في زورك؟ اشربي حاجه؟ مش عايزه تسافري؟ طب انا سافر. انت في الزفت ده، عايز اتكلم معاك. شغلتك على خير يا حبيبتي؟ في ايه؟ فين قسط العين السخنة؟ نعم؟ قسط العين السخنة فين؟ اهدي بس، ما نديتهولك كان في ظرف قد كده اول امبارح. هو ده كان القسط؟ امال ده كان ايه؟ انا عملت بيه شوبينج. اه اوكي اوكي، مبروك يا روحي مبروك. انا بس ال مدهوش، اصل انت عارفه انا قاعد من الشغل، لما ربنا يكرم ان شاء الله هكيش لك الشاليه باذن الله. انا مضحيه على فكره، انا ما بعملش بديكير، انا ما بعملش مانيكير، انا ما بعملش شعري، انا حتى قصيته. اضحي ايه اكتر من كده عشان حياتك قاعد من شغلك؟ معلش يا حبيبتي بس ما تنسيش، يعني انت مستعجله ليه على العين السخنه؟ مستعجله ليه؟ علشان يرمين استلم الشاليه بتاعها امبارح وانا راح صيفي مع صحابي، يعني ايه الظلم ده؟ ده انت قلبتي ليه كده؟ يعني اتجوزتي كان مستواكي ارقى من كده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الاسلوب ده؟ اوكي هكيشهولك بعد بكره ان شاء الله. ايوه امتى؟
ما انا قلت بعد بكره اعمل ايه؟ ممكن بقى اكمل فيلم عشان دمه خفيف قوي. لا يلا خش اقعد جوه. اقعد جوه ليه؟ عشان رشا جايه. طب ما انا عايز اتفرج على الفيلم. خش اقعد جوه. انت مالك بقيتي عصبيه ليه كده؟ يلا. ممكن اخد تفاحه؟ لا يلا 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 يلا. يا كريم انت فين يا راجل؟ بقول لك يا كوكو، ما تعرفيش مفتاح الخزنه فين؟ عشان فيها السي في بتاعي، هقدم على شغل بكره ان شاء الله. زربه وعلا خارجين النهارده، ما ينفعش فوت الخروجه دي. حبيبتي المفتاح بتاع الخزنه شفتيه؟ كان في الدرج اللي في كوميدينو، عشان السي في بتاعي. مش ممكن يا علاء، ده علاء كمان خارج معاهم. يا ستي قولي لي فين مفتاح اكسر الخزنه؟ انا ممكن اكسرها. خزنه ايه؟ الخزنه بتاعتنا، عشان السي في بتاعي هقدم على شغل بكره. هو انت مش شايفني بتكلم ولا انا بهرج مثلا؟ صح صح صح، سوري ما بتهرجيش، انا اسف انا اسف. سلمي لي على علاء. انت بتعمل ايه؟ هجيب ماتش برشلونه النهارده، اعتزال ميسي. ميسي؟ اه ميسي لعيب بحبه ما فيهاش حاجه. احنا كل يوم بنتفرج على برامج الطبيخ، واحنا اصلا بناكل تيك اواي. انا ممكن اطلب طلب؟ ايه؟ انا عايز اتطلق. لا لا لا، ده انا بهزر بهزر يا عبيطه. هو في راجل وانا عايز اتطلق؟ خلاص خلاص اهدي اهدي. بقول لك يا حبيبتي، ما تيجي نروح للدكتور يعني نعرض عليه الموضوع. انا خايف يخرج مره ما يرجعش تبقى مصيبه. يعني ازاي؟ اهدي اهدي، هو هيلم. انا بقيت اعرف وقته خلاص. ايوه هيلم هيلم. استغفر الله العظيم، اعف عنها يا رب. طب يا كوكو انا هدخل انام، تصبح على خير. تنام؟ تنام ازاي يعني؟ انام فيها ايه؟ انا عشان ما اقعدش استفزك اضايقك، كله لمصلحتك. يعني انا افضل اشتغل طول النهار ويطلع عيني وحياتك بالليل تيجي تستفزني وتخنقني وعايز تنام؟ اخص عليك اخص عليك، انت بتعايريني عشان انت بتشتغلي وانا لا؟ وبعدين بذمتك انا بخنقك ولا بناكب فيك ولا بزهقك؟ تلوي بوزك كمان. لا دي لا بقى، انا بلوي بوزي؟ يعني انا هقبل كل حاجه الا حكايه البوز دي. انا اللي بلوي بوزي؟ هم اللي بيطلع منك دوت ويلطش في وشي وفي الحيطان ومبهدلني وخانقني في حياتي. ده اسمه ايه؟ انا؟ ايوه انا. لا لا مش قادره اصدق والله العظيم. ثلاثه انا بقيت كتير ما ضحكتش من قلبي كده. لا انت ضحكتي حكي كاكاو. انا عندي بوز. انت موهومه، انت اسمك الشارع كله بيقولوا عليكي كوكو بوز. اسمعي كلامي، اسال ده انت مشهوره. كوكو مبوز كوكو مبوز. اهو قفش. ايه ده بيطول؟ انت بتطوليه ليه؟ ده بيلف عليا. يا نهار اسود فلاني، عم ابراهيم يا بواب الحق. كوكو بوز هتموتني بوزه. وصبر علي شايلة وشايلها في عيني. دوا ودية دوا ودية.
الناس بحالها متابعة بيشوفوا سوا بالثانية عيني مسلسل الساعة سبعة عاشق 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 يا ناس الفيديو وبعت الدي في دي بعت الدي في دي بعت الدي في دي والراديو ناولني يا ابن الريموتات هاد